دكتورة، ما زلت أبكي على اللي حصل معاي في علاقة انفصلت عنها من سنة وزيادة، لكن ما زلت أبكي كل ما أتذكر وأشعر بالقهر. أبغى أطلع من هذا الشعور. حبيبتي حبيبتي حبيبتي، بسم الله عليك بسم الله عليك. صراحة شهر يعني سنة وزيادة كثير كثير، يعني أحس إنك طولتي. يعني إذا كنتي قاعدة تصيحين من سنة وزيادة، ما أعرف الزيادة هذه كم، يعني لو بتصيحين شهر بقولك أوكي، 3 شهور ماشي بمشيها، 6 شهور ماشي، 9 شهور تصيحين بقول أوكي يعني أنتي يعني لا، بس لا أكثر من سنة، لا أكثر من سنة معناها أنتي ما اتخذتي أكشن تجاه القصة هذه. أكثر من سنة معناها أنتي قاعدة في متر وقاعدة وتسترجعين الأحداث وتصيحين تسترجعين تصيحين، معناها أنت عايشة الماضي، معناها أنت عايشة قصة خلصت، ما أنت راضية تقلبين الصفحة وبس قاعدة تعيدين الشريط وتصيحين تعيدين على فكرة أنا لو أعيد قصة حياتي قاعدة أصيح كل يوم إلى آخر يوم حياتي. لو بعيد قصص حياتي لو بس بعيد العمليات اللي مريت فيها بقعد أصيح جد بقعد أصيح كل يوم في حياتي من الألم اللي حسيت فيه ومن القصص المأساوية اللي حسيت إلى آخر يوم في حياتي بقعد أصيح. بس هذا خيار ضيع حياتك عليه، يعني حتى الشخص ما يسوى. هذه قصة انتهت من الماضي، تقعدين تلتين تعجنين تتذكرين تتألمين. إذا ذكرتي بتتألمين، ذلك أنت ما سويتي شيء، ما أخذتي أكشن تجاه الموضوع، ما سويتي موقف تجاه هذا الشعور، مستسلمة قاعدة قبل ما تنامين كده تذكرين إيه والله الأيام السعيدة، يوم يفتح الشمعة آخ، يوم يعطيني شنطة الشانيل آخ صح. فبالتالي الفقرة هذه لابد توقفينها، إنك تذكرين وتجيبين الماضي وتحوسين الدنيا وكذا، هذه كلها يبغى لها تنظيف. ما المفروض إنك أنتي تأخذين كل هالوقت فيها في هالشعور السلبي، ما المفروض. أنا أقولك مؤلم ما في معاك، ما بس ما المفروض إنك أنتي تجرين الماضي للآن كل شوي تقول لا تعالي الماضي الآن، تعال الآن حان الوقت إنك تقول خلاص الماضي يا أخي ارجع من الماضي، ما عاد أنا أستقبل الماضي anymore، خلاص أنا الآن بنت اللحظة، أنا الآن أعيش اللحظة هذه. وإذا جاء الماضي لابد أشتغل عليه، لابد أسوي تنظيفاتي بحيث أني أنا ما عاد هذاك الماضي يعني يحسسني بالألم وبني أحتاج أبكي وبني أحتاج يعني أتحسف وأستخسر على القصة اللي راحت. طيب برضو يعني خليني كذا أقولك شيء يعني على جنب كذا، يعني على فكرة في 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 يعني في كثير مليارات من الرجال أحسن من هذا الرجل، أوعدك إنه في أجمل وأثرى وأطيب وأكثر رومانسية وأكثر حنية. الله أكبر، وش هالرجل اللي تصحين عليه سنة ونص؟ أوعدك إنه في مليارات، مو 1 2 3 لا، مو مليون، مليارات أحسن من هذا. لا تضيقي صدرك، لا يضيق صدرك، ما فاتك للشر، ما صدقيني ما فاتك شيء، ما في شيء مهم فاتك، ما فات إلا الشر. وصدقيني القصة كان هي لازم تكون كما يجب أن تكون، كذا هي القصة كذا مضبوطة تماما، وأنتي في الطريق الصحيح. لا تنقهرين، ما في شيء فات. حتى لو كنت شفتك فيراري الحمراء فاتت ولا شطت شيء، ما فات شيء، ما في شيء فات. القصة موجودة الآن أنت اختاري يفوتك الآن ولا ما يفوتك، بس هذا هو المهم، ما في شيء فات. وهذا الرجل من عرض الرجال، ما يستحق كل هالمناحة اللي أنت سويتيها. الآن أنت عاد على قدر شعورك الإيجابي، على قدر ما تجذبين الشخص الجيد. لك صراحة ما تبغين القصة القديمة تأثر على جذب المستقبل، ولا لا؟ ما تبغين
تبغين فيه راح، ما تبغين القصة القديمة تأثر على أجواءك وتأثر على جذب المستقبل وخيارات المستقبل. خلي المستقبل نظيف. اختاري أنت، اختاري بكامل إرادتك إنك ترمين القصة وتقلبين الصفحة بأي شكل من الأشكال اللي كان فيها. انقهرتي، ظلمتي، قهرك سوى فيك ما سوى فيك، فكة. صدقيني إنك ارتحتي إنه هذه القصة انتهت. أيا كانت هذه القصة، اقلبي الصفحة ونظفي الشعور. كيف نتشافى من علاقاتنا القديمة المؤذية؟ إن نفهم الرسالة، هذا أهم شيء، إن نفهم الرسالة وننظف الشعور. عندنا في ورشة تشافي العلاقات عندنا 27 سؤال يحتاج تجاوب عليه. لما تجاوب عليهم راح تكتشف القصة. 27 سؤال مصممات بحيث انهم يورونك القصة، هي ليش صارت وليش انتهت، وش اللي حصلت عليه، وش اللي قدمت، وش صار، شو النتيجة بعد هالمرور هذا والتبادل بين الطاقات. دكتورة، هل الخطوط الحمراء واضحة بالنسبة للشخص او لازم يجلس ويحدد خطوط الحمراء؟ هزار قصدك مع نفسه صح؟ قصدك انت تبغى تجلس مع نفسك وتحدد خطوطك الحمراء. سؤال جميل. شوف، هو لو كنت في مجتمع سوي، او خلنا ما نقول سوي، نختار كلمة اصح، لو كنت في مجتمع ناضج المفترض انها تكون واضحة. لكن لما تكون انت اصلا منتهك من يومك بيبي وهم قاطعين الطريق، قاطعين الخط الاحمر، طيب، فاعتقد انك نعم تحتاج انك تقعد تتذكر، تحتاج انك تقعد وتنتبه انه لا، هذا في استخدام مثلا اسمي، في استخدام وجهة نظري، هذا في استخدام حقوقي، هذا في اعتداء على ممتلكاتي، هذا في كذا، هذا في كذا، هذا لا، اذا قال كذا عني هذا افشى سر مثلا من اسراري، هذا سوى شيء ما له حق، هذا تكلم بالنيابه عني ما له حق انه يسوي. نعم، قد نحتاج لما ما تكون تربيت من الطفوله وتبرمجت على انه هذه الحدود واضحه، خصوصا الاشخاص اللي تعرضوا لتحرش او اغتصاب. ايش تتوقع يعني شخص، يعني طفله عمرها 7 سنوات ابوها تحرش فيها ولا اخوها اغتصبها؟ يعني الحدود الحمراء منتهكه تماما، منتهكه. هذه لا، اي هذا شخص لازم يقعد مع نفسه ويتذكر وينتبه للخطوط الحمراء، لانه طوال الوقت تنتهك هذه الخطوط، هو ما ينتبه، هو ما يدري، لانه ما يعرفها، لانه الاشخاص اللي يعتقد انهم يحبونه ويحمونه هم يعني انتهكوا الخطوط، فبالتالي صارت مو واضحة بالنسبة له، مو فعالة. فنعم، نعم، قد نحتاج لذلك. سؤال جميل.